بالإشاعات القبل انتشرت أنه على أساس زواج أمانة علام من الفنان الكبير والقدير ماجد ياسين، وإحنا كذبنا هذا الخبر بفيديو نزلناه منفصل وعشنا به التفاصيل والأدلة أنه مستحيل يصير الزواج، وهذا اللي أكدته أمانة علام بلقائها في برنامج غلطة عمري، وذكرت به أنه أو صارت شغلة كلش حلوة هي اتصلت بالفنان ماجد ياسين وقالت له أنت زوجي، أو شوفوا شنو كانت ردة فعله. ألو بابا حبيبي حبيبتي تاجراتي شلونك قلبي؟ بخير بخير بخير. شفت تاج راسي؟ شخبارك يا روحي؟ خير. أنا مشتاقت لك كل شهوية. يما فدوة وصيلة سلامنا وتحياتنا حبيبي بابا. أنا برنامج غلطة عمري هسه أنا على الهواء زين دا أتصل بيك شنو يعني دا أتصل بيك هسه أنا أثناء اللقاء يعني هذا مسجل. اجاني سؤال من ضمنه انه انت تربطك علاقة حب او زواج مع الفنان ماجد ياسين، فاني كان جوابي انه انت ابويا وانت اللي مربيني وانا رابيه ويا اطفالك. بابا ليش ما غير تفرحيني؟ لا 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 عجيب كل زين كل زين. هاي من زينات طبعا. شكو فيها بابا؟ امرك انت اولا انت الغالية الحبوبة انت وسلين انت اشتغلت وياي وهاي اعمال. جل نهاية الحلقة أشكركم على المتابعة. سؤالي هو شنو على طار الاتصالات شنو النغمة اللي مخليها لما شخص يتصل عليك؟ لأن أنا صار لفترة ما استخدم هذا الشيء أو ما استخدم الخط والاتصالات، فخلنا نشوف الأذواق مالتكم شنو النغمة اللي خالها لما شخص يتصل بيك. شوفكم بحلقة ثانية. أموت عليكم، مع السلامة.